صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتوج الفائزين في سباق كأس السعودية في نسخته الرابعة، والفائز هو الجواد الياباني بن ثلاثة اللي فاز بجائزة الشوط الأغلى في كأس السعودية 2023. تقريبا كانت قيمة هذه الجائزة 20 مليون دولار، وطبعا أمس اختتمت فعاليات كأس السعودية بمجموع جوائز 35 مليون دولار. عموما يعني يمكن خلال هذه اليومين كنا بنتابع هذه الفعاليات وبنشوف جمال الأزياء وجمال الحضور والكثير من التفاصيل اللي كانت حلوة في هذا النوع من الفعاليات، وأكيد نستنى كمان السنة الجاية بنشوف إيش في إبداعات أخرى إن شاء الله. خلينا